السلام عليكم. مدارس الوطن العربي، الصف الثالث، مادة العلوم، درس الثدييات. سمي الحيوانات التالية: جميع هذه الحيوانات تتكاثر بالولادة، مثل الدب، اللبؤة، الفيل وغيرها. تتغذى بالرضاعة، وصغارها تشبه والديها. ويغطي جسمها الشعر، مثل الحصان أو الصوف، مثل الخروف أو الوبر، مثل الجمل. والآن أعزائنا الطلبة، احضروا الدفاتر المخصصة لمادة العلوم لكتابة ملخص الدرس.